المرأة أثبتت نفسها في مجالات كتيرة في كل بلدان العالم حتى وصلت إنها بقت رئيس الجمهورية، بس هل يا ترى العقلية المصرية تتقبل إن الست تبقى عندنا مديرة؟ المدير واحدة ست؟ أهو ده اللي كان ناقص. تنفع تصبح مديرة لأن كمان الست ممكن تشتغل أكتر من حاجة في وقت واحد. هما مش فالحين في البيوت، هيفلحوا يبقوا مديرين. ما هي بتخرج أجيال بس برضو إن هي تبقى مديرة وممكن بتمسك وعندها قدرة إن هي تسيطر وعندها قدرة إن هي تحكم على الرجالة نفسه. غلطانة مالي دحين؟ يعني بتعترف بغلط؟ لا يعني مش عايز تعتذر؟ لا مصمم؟ أيوه مخصوم منك 5 أيام. ما تقبلش إن واحدة تبقى مديرة عليا. ما تقبلش إن مراتك تبقى مديرة عليك في الشغل؟ ولا مراتي ولا غير مراتي. سيبنا من عقدة الراجل والست، طالما هي تقدر إنها تقود هذا المكان، مؤهلاتها تخليها تقدر تقود هذا المكان، ما فيش مشكله ابدا. يا اخي مديرة ايه؟ دول اقتصاد عقل ودين يا ابني. روح عشان خلص دورك. روح. الست عندها عقل زي الراجل، بتفكر زيه بالظبط وهي شخصيه زيه بالظبط. احنا عندنا افكار كتير احسن من الرجاله. هتلاقوا ان في ناس كتير في شغلها على طول، يعني الستات هم الافضل من الرجاله. كرجاله موجودين، فليه ألجأ اصلا لواحده اللي اذا كانت نبغه؟ الست تبقى متفوقه عن الرجل، بدليل مثلا الاوائل الثانويه العامه اغلبهم بيبقوا بنات مش ولاد. الست لو متعلمه وكويسه وعلى قدر من المسؤوليه والمجهود تقبل تنفع تبقى وزيره. لا ينصف البلد دي ان لاي انسان كفء بغض النظر ان هو راجل او ست هو اللي يتولى. طب والله عنده حق يا جماعه، الناس طلعت القمر وبتفكر تعيش في المريخ واحنا لسه بنتكلم في راجل ولا ست؟ ده حتى يبقى عيب. خالد جمال هنا العاصمة.